شهر رمضان بعد تقريبا اسبوع، اليوم الخميس ورمضان ان شاء الله بعد اسبوع، الله يبلغنا كلنا رمضان. طبعا احنا نصوم رمضان انه من اركان الاسلام، لكن خلينا نتعرف على رمضان شويه من ناحيه الطبيه، ولماذا قال الله سبحانه وتعالى وان تصوموا خير لكم، شنو هذه خيريه الصيام اللي تحدث داخل جسمك. طبعا اجسامنا تعمل على طاقه السكر الجلوكوز، واللي موجود في جسمك لما تمتنع عن الاكل بعد 6 ساعات تقريبا يخلص، بعدها جسمك يلجا الى مخزون من الجلايكوجين موجود في الكبد وياخذ منه الطاقه، بعدها يبدا يسحب من دهون الجسم. في الصيام الطبيعي الله سبحانه وتعالى من لطفه علينا الجسم لا يصل الى حاله الاجهاد والانهاك، وانما حده من السكر والجلايكوجين وشويه دهن. فلما تحدث هذه العمليه وهذا السحب من الجلايكوجين والدهون في اخر فتره الصيام، فهي فرصه ذهبيه رقم واحد للتخلص من الوزن، لتنظيم السكر، لتنظيم الضغط، لتقليل الدهنيات والكوليسترول والضغط، وايضا فرصه ذهبيه للمدخنين انهم يمتنعون عن التدخين ويفتكون من هذا الشهر. لذلك اتمنى وادعوك انك تستغل شهر رمضان من ناحيه العباده طبعا كلنا، لكن ايضا تحط عندك اهداف صحيه، وتاكد ان الصوم نفسه الله سبحانه وتعالى فرضه راح يساعدك في تنظيم كل هذه الامور، الوزن، الضغط، السكر، الكوليسترول، وايضا التخلص من التدخين. بس انت عزم، حط خطه واعمل.